صباح الخير يا عادل، صباح الخير يا فاطمة. صباح الفل. بالفعل يعني الإدارة المركزية رفعت الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ الإسكندرية، وده طبعا نظرا لارتفاع الأمواج، ووضحت في بيان رسمي لها دعوة للمواطنين بالامتناع عن نزول البحر نهائيا بسبب قوة الرياح ولحين تحسن الطقس، وده طبعا بعد ما شهدت الإسكندرية والساحل الشمالي في الأيام الماضية أكثر من حالة غرق وإنقاذ عشرات المواطنين من الغرق. يعني هي المشكلة طبعا إن يعني درجة الحرارة مرتفعة جدا، والناس أغلبها بتروح للبحر، إحنا في الآخر في صيف ومية، بس يعني الموضوع بيبقى خطر جدا، وكل سنة بيحصل نفس الموضوع. في يعني هو عملية تكرار سنوية أو تغيرات سنوية موجودة في 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 شواطئ الإسكندرية وليست حالة جديدة، صحيح؟ لا، كل سنة الناس بتيجي طبعا اسكندرية علشان تقضي الصيف، لان بالتأكيد. يعني مفيش احلى من شواطئ الاسكندرية، والبحر مغري جدا زي ما احنا شايفين، فمهما تم التحذير الناس بتاخدها الجرأة انها يا ندى اللي في الساحل هيزعلوا منك. طيب طيب خلينا نروح الى ملف اخر. انا كمان والله. طيب ماشي، خلينا نروح على ملف اخر وهو زيادة سكانية في مصر. ربنا يزيد ويبارك. بالفعل أعلن مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن التعداد السكاني لمصر زاد نحو 250,000 نسمة في خلال 57 يوم فقط، يعني في حوالي شهرين، وده معدل مرتفع. طبعا الدولة بتعمل على حلول للحد من النمو المرتفع للمعدل السكاني، ونجحت بالفعل في خفض المعدل، ولكن الأمر يسير بشكل بطيء جدا لا يسمح بالشعور بعائد التنمية، وعشان كده في مقترحات كتير بيدعو أكثر من نائب لمناقشتها، زي رفع سن الزواج ل 21 سنة، زي يعني إدخال ثقافة السكان والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، زي حتى أن يكون في حوافز إيجابية وسلبية للأسر فيما يتعلق بعدد الأطفال. بالمناسبة أنا مشتهي كبدة اسكندراني وكتر الشطة عليها، وهنيئا مريئا لك يا ندى. فطرتي ولا لسه؟ لسه ما فطرتش. طيب لا لسه مستنياك وتيجوا تفطروا معي السنه الجايه بقى. كل سنه وانت طيب. شكرا يا ندى. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.